الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا وفقنا في هاي المباراة، حققنا 3 نقاط مهمين ولسه ضايل مباراة الإياب، كمان إن شاء الله نفوز ونضمن التأهل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أول شيء يعني بنهدي هذا الفوز لجلالة سيدنا وسمو الأمير. الحمد لله يعني كان فوز كبير اليوم، النشامة ما قصر والنشامة بمن حضر الحمد لله كانوا على قد المسؤولية، والحمد لله نجحوا بالاختبار المهم اللي في سنغافورة، 3 نقاط الحمد لله ربنا. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا بال3 نقاط، قطعنا تقريبا شوط يعني 99% إن شاء الله بالدور الثاني. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من عند رب العالمين. بالنسبة لأقول الحمد لله رب العالمين، هذا شكر من عند رب العالمين الحمد لله.